للحديث عن عمليات غسيل الأموال وتهريبها من العراق إلى إيران معنا من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، بداية مرحبا بك. العراق إلى الآن لم ينجح في إيقاف نزيف تهريب العملة إلى إيران، لماذا برأيك؟ بالبداية تحياتي لكم ولجميع كادر قناة الرافدين الموقرة ولجميع مشاهديها. هذه المسألة أصبحت مسألة مهمة جدا وتضر بالاقتصاد الوطني العراقي. عندنا معلومات أنه يتم يوميا تحويل 100 مليون دولار أمريكي إلى إيران، وهذه طبعا كميات كبيرة وتضر بالاقتصاد الوطني. لو سمحت دكتور، هلا يعني هلا أعدت من جديد هذا الرقم يوميا؟ كم يوميا يتم تهريب؟ 100 مليون دولار شهريا. شهريا إلى إيران تذهب. نعم. طبعا هذا المبلغ كبير قياسا إلى المبالغ التي يجب أن تبقى في العراق من أجل الاستفادة منها في تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. هذا التهريب تتم عن طريق المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية بأشكال مختلفة. طبعا هذه المكاتب عندها عملائها الذين يقومون بشراء الدولار الأمريكي من السوق، سواء كان بطريقة رسمية أو غير رسمية، بالإضافة إلى أنه تعاملها مع أشخاص يأتون من إيران إلى العراق ويقومون باستلام هذه المبالغ الضخمة ومن ثم تهريبها إلى إيران. على الرغم أنه يوجد معلومات أنه توجد أجهزة مسح بالأشعة السينية على الحدود العراقية، ولكن هذه لا تكفي. نعم. يعني الحظر الأمريكي للتعاملات المالية مع دول على رأسها إيران فقط هو يكون محددا بأجهزة المسح السينية. يعني بناء على هذا الأمر أن هذا الحظر الأمريكي ليس سوى فزاعة لا تهش ولا تنش، ليس لها أي فائدة، وعمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق بحظر أمريكي صوري فقط. يا ترى لماذا فقط هذه الأداة للمراقبة الأمريكية أو لهذا الأداة فقط للحظر الأمريكي متواجدة؟ على الرغم من أنه يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية بالسماح ل 14 مصرفا أهليا بالإضافة إلى المصارف الحكومية للقيام بعملية تحويل العملة العراقية إلى الدولارات من أجل استيراد كافة متطلبات السوق العراقية، لكن هناك تلاعب كبير من قبل الشركات الخاصة والتي تشتري الدولار في السوق الحرة. هناك طبعا كذلك تعليمات صدرت من رئاسة مجلس الوزراء وبالذات من رئيس الوزراء محمد الشاح السوداني بأنه ممنوع التعامل بالدولار الأمريكي في أسواق العراقي، ومنها بالاسم يعني قال كركوك وبغداد والبصرة والسليمانية. لماذا حدد فقط هذه المحافظات؟ نعم، لماذا حدد هذه المدن فقط؟ لأن هذه المحافظات هي التي يقوم فيها التجار بشراء الدولارات الأمريكية من هذه المصارف الخاصة أو كذلك من الصيرفة، من مكاتب الصيرفة القطاع الخاص. شلون؟ طبعا بأسعار تختلف عن السعر الرسمي الذي هو 1300 تصل إلى 1400 450. نعم. بالتأكيد دكتور، لهذه الممارسات عمليات تهريب العملة وشراء الدولار وكذلك
تحويل الدينار العراقي إلى الدولار بهذه الطريقة الضخمة لابد لها من تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي وعلى المواطن العراقي المنهك أصلا بمعدلات بطالة ومعدلات فقر تشهد لها المنظمات تقارير المنظمات الدولية. يا ترى ما هو الأثر الاقتصادي أو الثقل الذي سيقع على المواطن العراقي الذي يعاني إلى الآن؟ بدون شك الاقتصاد الوطني العراقي يحتاج إلى هذه المبالغ التي تهرب إلى إيران من أجل استثمارها داخل العراق. لو قمنا باستثمار هذه المبالغ سواء كان عن طريق القطاع الخاص، القطاع المختلط، القطاع الحكومي، لا تمكننا من تحسين أداء الاقتصاد الوطني العراقي في قطاعات مختلفة، وتمكننا من طرح ما يحتاجه المواطن العراقي سواء كان من سلع تجارية، صناعية، زراعية وإلى آخره، وكذلك متطلبات البناء والمجرى. يعني هذه احنا نقوم نستثمر هذه الأموال الضخمة التي تهرب خارج العراق في داخل العراق في مشاريع تدر علينا بالأرباح وتتمكن من تشغيل الأيدي العاملة بالعراقية، و نقول ليس القضاء وإنما على الأقل تخفيف مشكلة البطالة، بدل ما هي الآن موجودة 20% ممكن أن نخففها إلى مستوى 10%، وهذه جيد جدا. إذن المردود الاقتصادي لهذه الأموال لو استثمرت بشكل سليم وجيد وعلمي لتمكننا من تحسين قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي ورفع المستوى المعاشي للفرد العراقي. نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور سناء عبد القادر من أوسلو، الخبير الاقتصادي العراقي.